أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الذي يرتد عن دينه ثم يعود بعد ذلك إلى الإسلام، هل تحبط جميع أعماله؟ الذي إيش؟ يقول سلمك الله: الذي يرتد عن دينه ثم يعود بعد ذلك إلى الإسلام، هل تحبط جميع أعماله التي عملها قبل الردة كالحج وغيرها، فيلزمه أن يحج من جديد؟ أظن هذا ما توه جاي ولا سمع الكلام اللي قلنا. قلنا هذا، قلنا هذا وبينا، يراجع الشريط. نعم، أنا ما أعيد شيء شرحته أبدا، شيء شرحته ما أعيده مرة ثانية، لكن اللي ما فهم يراجع الشريط. نعم.